ازيك يا اختي؟ السلام عليكم. السلام عليكم اختي فاطمه، كي كي دايره؟ دايره؟ لاباس لاباس عليك، عليك؟ الله يبارك فيك، مبروك مبروك، عباشرك سنتي مبروك عباشرك ان شاء الله ومرحبا تصومي بك، بالصحه. نهار كبير هذا اللي الله جيتي يبارك لعندي، فيك اختي زكيه. ومرحبا بكاع الناس اللي غادي يجيو عندنا ان شاء الله من الطرف ديالك. الله وبغيت يبارك نقول فيك. لك واحد الحاجه، بلي الناس ديالك راهم دواقين الحمد لله. ودواقين واه بزاف، داكشي علاش واحد 6 شهور تبارك الله اللي خداتنا باش وجدنا لهم هاد الجليبات اللي ولكن وجدتي كوليكسيون غزاله ما شاء الله، ربي انا يخليك اختي عجبوني فاطمه، كاملين ربي والله. يخليك، مرحبا الكلياناتنا غادي يحيروا واش غادي ان ياخذوا شاء الله يا ربي ان شاء ان الله، شاء الله. ويستاهلوا، لان ما شاء الله سالي المره اللي الجنه فاتت جاو ناس من جراده، من بركان، تبارك الله. من الناظور، كلهم جاو ان شاء الله من خلال هذاك لا فيديو اللي صورت معاك. ومرحبا بالناس كاع كاملين وجديات ديالنا والجهه الشرقيه وصحابات كاملين الجاليه ان شاء الله ان شاء كلشي. الله. زكيه بريستيج بقاو معنا في اللوكاليزاسيون، والرقم ديالها غادي نخلي لكم هنايا. مرحبا بكم مرحبا بك اخواني اخواتي. بالنسبه للوكاليزاسيون ديال زكيه بريستيج، رحنا هنايا في لازاري. شو معايا البنات، كاين هنايا كافي شلابي، غادي تزيدو شويه كتلقاو هنايا هاد المخبز، هادو راهم يديرو فيها غريوش وبيتزا وداكشي في هاد الوقيته هادي ديال رمضان. كاين هنايا مجزرة البركة، كاين واحد السوسي الهيان وغادي يحلوها هادو مع 11:30 12، كنعرفين مع رمضان ما كيحلوش بكري. الا زدنا ديريكت غادي نخرجوا في ليستا لازاري، فهمتوني؟ كاين هي واحد الفرماسيان، ها هو، نتمنى ان شاء الله انه يكون باين عندكم نتوما، عقلوا غير على مجزرة البركة. كافي شلبي وغادي تزيدو غير شويه تلقاو مجزرة البركة. صافي، مي غادي توصلوا هنا غادي تطلعوا مع هاد الزنقة هادي. تبارك الله عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله انكم تدعمونا بلايك بارتاج واشتراك في القناه. كما كتعرفوا البنات حنا كنديروا واحد المجهود باش نوصلوا لكم من جديد لي كوليكسيون وكذلك حتى الاثمنه. زكيه بريستيج اليوم دار لنا اثمنه جد مناسبه وكوليكسيون غزاله ما شاء الله. هذا هو المحل ديالها اللي جات هنايا تقولها من طرفي باش ان شاء الله تسلى فيكم. البنات غير واحد الملاحظه، الله يجازيكم بخير، راكو كتشوفوا احنا كنحطوا الفيديوهات ولكن المشاهده ما كطلعش، يعني واخا حتى كننوع في الفيديوهات، يعني كل مره كنجيب لكم فيديو جديد وهذا، ولكن المشاهده قليله بزاف نظرا لان التفاعل كيكون قليل. نتوما ما خسرتوا والو البنات، ملي تفرجت ديرنا واحد جيم وبارطاج، بارطاجوا مع صحباتكم خواتاتكم العائله وهكا تعاونوني. الله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم. زكي اختي غادي نبداو ان شاء الله بالقميص اللي راكي لابسه. بالنسبه للقميص راه دو بياس جلابه، داكشي اللي كاين بالنسبه لهذا القميص، هذا هو جوهره، جوهره امبريمي ودرناها هكذا بالراندا، وجايه بهاد الايموجي بحال ديال جاكوار اللي هو دابا راه صراحه هتويب ما كاينش. يعني جبت من واحد كميه قليله، كيجي في اللبسه ديالو زوين، وحتى السيده فاش كتحيد الجلابه ديالها وكتخلي راه كتجي بحال شي سلطانه تبارك الله، كيجي غزال في اللبسه ديالها. متفقه معاك، شوفوا البنات ما شاء الله كيجي مطلوق وزوين، قميص غزال ما شاء الله. بالنسبه للجلابه غنلبسوا الجلابه دابا. ها انتم الغزاله ديالي زكيه بريستيج، جاتها غزاله ما شاء الله الجلابه، جايه جون سيترون كما كتشوفوا معانا بها بالرنده ديالها، مدخله عليها الكري على حسب الموتيف اللي كاين في القميص، اللي كاين في القميص التحتاني. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك اختي فاطمه. الجلابه مخدومه كامله على ما هادي اليد كامله، ياك كلها باليد اختي فاطمه، كلها تبارك الله عليك. ونتمناو تعطينا الاثمنه اختي زكيه ضروري، بحال هادي 1000 درهم اختي فاطمه، 1000 درهم 100000 البنات. علاش؟ لان هذا هو اللي غالي، هاد الثوب هذا غالي بزاف. هذا هنايا هادي مليفه هادي، لا هذا كريب، كريب واخا كريب، عندك الصح تبارك الله عليك. ويجي ان شاء الله هما يكون غير الخير، ويجبات شي حاجه فيهم. يجي ياخذها، لان المره اللي فاتت تبارك الله كاين اللي جا خدا 3 ديال الجلال بضربه واحده. مين جاوا الناس صراحه كان شويه ديال الاحراج حيت لقاو كلشي تبارك الله تباع، ولكن اللي شافت الفيديو ديالنا وعجبتها شي حاجه تصبح هنا، فهمتوني يا البنات؟ الا بغيتي تدوري لنا اختي زكيه، ها شوفوا معايا القبيب حتى هو مخدوم ما شاء الله. الا عجبتك هاد البياسه هادي، دايره منها بياسه واحده؟ لا ما دايرهش بياسه واحده اخرى، ولكن بالنسبه لهاد الثوب هذا دايره منه غير واحد 3 ديال الموديلات، ولكن ماشي في نفس الستيل. صافي، المهم بالنسبه للراندا هاد الستيل هذا راه كاين، والقميص ماشي في هذا التويب، ماشي في هاد التويب، وحتى لا كولور ديال الثوب، والثوب ماشي في يعني في ورينا اختي زكيه ورينا.
كما قالت لنا زكيه بالنسبه للتويب ديال القميص راه خدماتو هنايا بالسفيفه ديال الجاكوار واه. بالنسبه للثوب كما سبق لي قلت لكم جوهره امبريمي هنايا مشينا مع هذا المستوق تبارك الله عليك. وهذا عاوتاني الثوب غادي نوريكم الجلابه ديال الناس كيفاش مخدوم ما شاء الله فيه الزواقه هكا بجنيبات راه غادي نجيوكم في هذه الجلابه هذه راه خدمت لنا منها شي جوج بياسات اخرين ولا ثلاثه غادي نشوفوهم ان شاء الله معكم. بغينا نوريكم غير القميص اللي بهذا التويب هذا ها هو البنات شوفوا معايا جاي في الكري هكا دارت له زكيه جلابه في الكري والطرس في لوجون باش يعطي الرابيل ديال القميص. تبارك الله عليك لالا الله يبارك فيك مدواقه ما شاء الله عليك. بحال هذه شحال مقيومه علينا جوهره امبريمي وجايه هنايا من السوق وفيها هاد الطريزه هذه في الجناب اللي يلاه كما كيقولوا حصريا الشيء هذه غادي تبقى لهم 900 درهم 900 درهم البنات كما قلتكم الثوب راه فن غزال غادي تلبسوها البنات يعني صراحه من غادي تشوفوها اون فاس راها لا جلابه شكرا راسها زعما ماشي راه بوحدها راه باينه غادي تبارك الله تجيها منخويه ما شاء الله عليك. زكي اختي بالنسبه لهاد الجلابه اون سول بياس ها هي البلاس مخدومه بالنسبه لهاد التوب راه كري شويه فونسي دخلنا عليه هاد الخدمه ديال المعلم غوج بريك البلاس واه اللي هرس داك اللوين وجا الصراحه كيحمق في اللبسه ديالو ما شاء الله كما كتشوفوا ها نتوما اليدين مخدومين على حقهم وطريقهم العقيدات عاوتاني كذلك مخدومين هادي اللي كتبغي جلابه يعني ماشي دو بياس ها هي شوفوا زكيه هدرت لنا بزاف ديال الموديلات مع هاد الستيل هذا الموديلات وحاجه ما كتشبه الحاجه تبارك الله عليك. بالنسبه لهادي الثمن ديالها بالنسبه لهادي غادي تبقى لهم 550 درهم 550 البنات كنظن ان الثمن يعني احسن ما كاين والخدمه كذلك والثمن مناسب يعني خياطه وثوب وكلش اختي زيد ولي دورينا ما شاء الله عليك اخيتي ها انتم تشوفوا يا البنات جيبه اللي كتحمق ما شاء الله ب 550 درهم فقط. بالنسبه للجلابه اللي كانت لابسه الموديل حاولنا اننا يعني نديروا لوينات واحد اخرين ولكن ماشي في نفس الزواقه والثوب اللي كيبقى نفس الثوب. بالنسبه للزواقه كما سبق لي وقلت لكم الخدمه ديال المعلم جات خطير ودخلنا هاد لو فيغ مع هذاك مع هاد بهاد لاكولوغ هادي جات فن هرسناها جات غزاله البنات ما شاء الله. وبالنسبه للخدمه ديال المعلم راها دايره على القب كامل وها انتم كتشوفوا الفينيسيو كيفاش داير ما كاينش شي خيط خارج ولا شي حاجه ماشي هي هذيك كلشي تبارك ما شاء الله عليك اخيتي الصراحه الخدمه راها بوحدها شاكره راسها حتى التناسق ديال الالوان خدمتي عليهم تبارك الله عليك. الزواقه ما تشبه الزواقه باش الاخت ملي تكون لابسه جلابسه تكون منفرده براسها حتى هذه 550 غادي يبقى نفس الثمن وبالنسبه لهاد الزواقات اللي كتشوفوها البنات راه اخر ما كاين يعني جلابه لبسيها حتى 2029 يعني الزواقه يعني جديده زواقات عاد جداد يعني تبارك الله عليك الله يسلمك ويزك يا اختي. بالنسبه للناس اللي كيبغيو اللون في اللون راه وجدنا لهم هذا الثوب هذا اللي كنقولوا له الثوب المسلك. بالنسبه لهذا الثوب ثقيل تبارك الله راه احسن ما كاين لان اي ثوب راه فيه البروميان وفيه الدوزيام هذا راه تبارك الله في اللبسه ديالو كتجي السيده منخويه كما كتشوفوا هنا خدمه المعلم في اليد وكذلك هنايا في الصدر وفي الدوره ديال القبه البنات هانتوما كتشوفوا تبارك الله كاين هذا لاكولور هذا وكاين هذا الموف حتى هو راه درت لكم لي كولور فونسي ودرت لكم لي كولور كلير باش كل وحده والخاطر ديالها وكما قلت لكم الزواقات كلهم وحده كتختلف على الاخر كلهم زواقات اللي جداد الزواقات ما شاء الله عليك الله يبارك حتى هادو ينقاو بنفس الثمن حتى هما غادي يبقاو لهم بنفس الثمن تبارك الله عليك الله يبارك فيك كاين هاد لوبر هذا الملكي حتى هو هانتوما كتشوفوا البنات هادي جات خطيره جايه فنه وبالاخص في اللبسه ديالها راه كتجي كتحمق تبارك الله عليك زكيه. وبالنسبه لهاد الثوب هذا راه خرج منه بزاف ولكن ماشي هذا الرقيق يعني اللي كيكون مبعد على خوه بواحد ثلاثه ديال السنتيمات كاين هذا المسلك ولكن ماشي هذا ماشي هذا داكور لالا حتى هادو البنات 550 درهم اللي بغات نتكلموا على لي طاي زكيه بالنسبه حاولتي ديري لنا شويه تقريبا من 26 حتى حتى ل 40 ولا 42 يعني حتى دبدوباتنا يلقاو هنا جلالبهم ان شاء الله كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم البنات نتمنى ان شاء الله انكم تصبحوا عند زكيه ولا غادي تجيو تلقاو كلشي ان شاء الله موديلات غزاله ما شاء الله الله يبارك فيك مستمرين معاك ان شاء الله دائما في جلبات دو بياس البنات كما كتشوفوا معنا ما شاء الله حتى هذه جبتيها غزاله الله يبارك فيك اختي فاطمه تبارك الله عليك. بالنسبه لهاد الثوب هذا الثوب ديال المليفه دخلنا عليه هاد الطرز الشرقي
بالنسبه للتحتاني كيبقى حتى هو جوهره امبخيمي بجاكوار. بالنسبه للخدمه خدمناها كلها باليد بالراندا، جايه هابطه كلها كما كتشوفوا هكذا بالراندا حتى لتحت. سخنا هاد الكري مع نفس لاكولوغ ديال التوب على حقاش التحتاني داخل فيه هاد الكري. هاد الكري، وحتى القميص يبان لي مخدوم بالراندا البنات، شوفوا الفكره نازله حتى لتحت بالراندا. بالنسبه للديدات نتاع الجلابه تدريس البنات جايين هكذا بالتدريس، ما شاء الله الله يبارك فيك اختي فاطمه. وهنا هاد التريزه، وكذلك هنا في الوسط نتاع اليد داكور. ما كثرناش اللوينات، غير اللون في اللون غير باش دخلنا داك الكري. ولكن الجلابه جات حلوه ما شاء الله، شوفوا لي مخدومه جايه زعما تبارك الله ما شاء الله، هماويه هماويه وما منهاش اختها تبارك الله يعني كاينه غير هي ما شاء الله. البنات راكو تشوفوا بعينيكم اللي عجبتها شي حاجه. هذه بشحال دايره؟ هذه غادي تبقى لهم 900 درهم. 900 درهم البنات، وكنظن ان الاثمنه راها مناسبه. بالنسبه للمليفه ديال الاميره احسن ما كاين. بالنسبه للثوب التحتاني بلا ما نشكر لكم البنات، يعني نتوما براسكم غادي تعرفوا التويبات، يكونوا يعرفوا تاهم اخر ما كاين، وراها مخدومه كلها باليد، كلها باليد، والخدمه اللي تبارك الله متقونه ما شاء الله. اللهم بارك. شوفوا البنات هذا القميص ديال الجلابه اللي غادي نوريوها لكم، ها هي شوفوا معايا تويب التحتاني جاي هكذا لا مسلم، لا مسلم ومسلك حتى هو بالدوري هكا ديال لوفيغ، لوفيغ لوفيغ ملكي. هذا البنات لبستو لكم بوحدو. بالنسبه لي فاكونس كيجيو شي مخطره كيبغيو حاجه خفيفه مع سروال لتحت وشي حاجه حتى هي من التحت، يقدروا يخرجوا به غير هو بوحدو. ياك تبارك الله عليك. دابا غادي نلبسو ان شاء الله الفوقاني ديالو باش يجي باهي. تبارك الله عليك اختي زكي ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك اختي فاطمه. ها هو الفوقاني ديالها البنات كما كتشوفوا، جاي كريب بحال هكا. بالنسبه للطرزه جايه هكذا كلها هكا من تحت لي باد حتى حتى لتحت، طريزه فضاله ما شاء الله. واه وجايه هنايا في الكتف ديالها، جايه هنا كما قلت لكم البنات. هاد الطرزه شي حاجه جديده، وكتجي الجلابه من خويا كتجي كتحمر في اللبسه ديالها تبارك الله عليك. جزاها على ليداتها بصحتها براحتها. كاينه منها هاد البياسه هادي غير ثلاثه، ولكن ما كيتشابهوش في لاكولو. بدلتي لهم حتى التويب، بدلتي لهم حتى التحتاني ديالهم. يعني كما قلت لكم راه اللي غادي تلبسيها ما غاتلبسهاش وحده اخرى. هادي تكلمنا عليها زكية اختي؟ لا ما تكلمناش. هادي بحالها تقريبا، هادي تقريبا لكن التويب ديال القميص حتى هي في نوار، داخل عليها هاد لوجون هاد الصفيفر هذا اللي جاي بارد، والتحتاني ديالها كيحمق البنات، كيحمق في اللبسه ديالو كما كتشوفوها. وحتى هو جاي نستو جوهره امبريمي، جوهره امبريمي حتى هو جاي هكذا بحال تنبات، بحال تنبات. وجاي هنايا في الجنب ديالها كما كتشوفوا حتى هي هابطه كلها بهاد الزواقه. وها هو التحتاني البنات باش يبان لكم مزيان. كما قلت لكم جلابه من خويا، يلا تحيدي الفوقاني غادي تبقاي فحال شي سلطانه بالقميص ديالك، والفوقاني ديالو راه كيحمق في اللبسه كما هذه اللي لابسها دابا انا. تبارك الله عليك لاله. وبالنسبه للثمن هادو وشكون حتى الثمن؟ بالنسبه للثمن ديالهم هذه اللي في المانكا غادي تبقى ب 900 درهم. البنات ما تسمعوش 900 درهم تجيكم بزاف، راه والله العظيم الا الثوب التحتاني غالي، والطرزه حتى هي راه غير بوحدها كتقاد. شتي الا مشاو يشريو غير الثوب مثلا دو بياس كنحاولوا ما امكن، راه غادي توصل 400 درهم ولا اكثر. كناخذوا بالجمله ونحاولوا ما امكن نقصوا باش الواحد زعما كلشي يلبس. وبالنسبه لهذه غادي تبقى لكم ب 800 درهم البنات، غادي 800 درهم، هذه غتبقى ب 800 درهم. كاين واحد الفرق ديال 100 درهم، لان كما سبقني وقلت لكم هذيك الجوهره ام بريمي لا موسلين ماشي في الثمن ديال هذاك الجوهره، ماشي في الثمن ديال الجوهره، داك الشيء اللي كاين. تبارك الله عليك الله يبارك. دائما مستمرين معكم، نتمنى ان شاء الله انكم تدعمونا بلي لايك وبارطاج، بارطاجوا لنا الفيديو ديال زكيه باش تستافد كاع بنات وجده وجهه الشرقيه كاملين يشوفوها، وعلى شلال المغاربه فين ما كانت شي مغربيه. دير لكم لا ليفريزو ها هي هنايا زكيه، تواصل معاها غير في الرقم وتعطيها العبار ديالها. ومرحبا بكم البنات، مرحبا بكم البنات. بالنسبه لهاد الجليليبه هادي حتى هي جايه جوهره امبخيمي، هذا التحتاني ديالها، هذا القميص البنات كما كتشوفوا راه مخدوم من السطوق بالصفيفه هكا، وغادي تلبس لنا ان شاء الله. حتى هو راه جاي مسلك راكم تشوفوا، المهم التويب كيفاش راه داير. غادي تلبس لنا الجلابه ونكمل كوليكسيون زكية بريستيج البنات. شوفوا معايا كيفاش دايره الخديمه ما شاء الله، جلابه ما تشبه الجلابه، كلها هابطه بالبرشمانه البنات. بالنسبه للثوب
مسبق لي وقلت لكم احسن ما كاين، داك حتى هذا مسلك الكريب مسلك مسلك جاي في لوغوج نازل جاي واعر وجاي كله مخدوم بالكاترفيل. بالنسبه لكلو هانتوما كتشوفوا غير داك الوي اللي لداخل خطفناه خرجناه على برا باش يكون داك الشيء اسورتي، داك الشيء اللي كاين. انت كتشوفي اختي فاطمه كيفاش متقونه تبارك الله الخدمه، وهابطه بالبرشمال حتى لتحت. ما شاء الله عليك اختي، الله يبارك فيك تبارك الله عليك. وبالنسبه لهذه شحال مقيومه علينا؟ بالنسبه لهذه غادي تبقى لهم 850 درهم. 850 البنات اللي عجبتها مرحبا والف مرحبا عند زكية بريستيج، الله يبارك فيك. بالنسبه للقب كله داير بالبرشمان، جاي يعطي واحد المنظر اللي هو زوين تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. اللهم بارك. بالنسبه للموديل موالي حتى هو جلابه، ها هو تشوفوا معايا الخديمه ما شاء الله تبارك الله عليك، الله يبارك فيك اختي فاطمه. بالنسبه لهذا التوب كريب، هاد لا كولور ديال هاد التوب بزاف ديال البنات كيهربوا منه، يعني كيقول لك هذا التوب تاع النساء الكبارات، ولكن البنات ما كاينش شي توب تاع النساء الكبارات ونتاع نتاع النساء الصغار. دخلتي عليه داك لوغوج بريك راه يعني هذا لوغونج اللي تبارك الله بالغرزه الشرقيه. وبالنسبه لهاد السفيفه اخر ما كاين البنات اللي راكو تشوفوا فيها، وحتى هاد الجلابه ما منهاش جوج، يعني كاينه منها غير وحده لا بالسفيفه ولا حتى بالزواقه. وتبارك الله هانتوما كتشوفوا كيفاش جات دايره في اللبسه ديالها، جات حلوه ما شاء الله تري شيك، جلابه خفيفه وزوينه مطلوقه، والتوب ديالها جاي طايح. اللي تبغي جلابه غير بياسه وحده كننصحكم انكم تجيو تشوفوا هنا الكوليكسيون ديال زكيه تبارك الله ما شاء الله. الله يبارك هذه بشحال غادي تخليها لهم؟ هذه غادي تبقى ب 600 درهم. هذه 600 درهم البنات، يجي ان شاء الله وما يكون غير تبارك الله عليك. وتدخل حتى الموديل ديالنا هانتوما تشوفوا البنات. بالنسبه لهاد الجلابه جوهره توب، اش غنقول لكم؟ ما نشكر لكمش توب، راه تبارك الله البروميان جاي طايح، التوب ديالو نازل حتى هو جاي من السوق بالعقيدات. وبالنسبه للخدمه كيف ما سبق لي قلت لكم جاي بالغرزه الشرقيه، وجاي داير على القب كامل البنات. دوري نغسلو باش نشوفو، هيا شوفو معايا القب كيفاش داير، مخدوم ما شاء الله حتى داك الخديمه قلتي لي غرزه الشرقيه ياكي، حتى داك الخديمه ما شاء الله جايه الفنه وجايه هنا في اليدين البنات. دخلتي عليها واحد اللوين بحال موف كلير ولا غير باش هرسنا اللون ديالها باش ما يبانش غامق اللون ديالها. حتى السيده ما تحرش في الفولار، يعني تقدر تاخذ غير هذا اللوين هذا وديرو في الفولار ديالها اولا في الصباط اللي غادي تبارك الله عليك لاله. وهذا بالنسبه لهذا الثمن غادي تبقى بحال هذه 600 درهم. 600 درهم ان شاء الله كيف ما قلت لكم ما يكون غير الخير ان شاء الله البنات شاء الله. اللهم يسر. بقاو معنا، كاينه واحد لا كوليكسيون ديال الياقوت مخيطه بالنسبه للقميص صبحيه العيد ياك اختي زكيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، كنخلي نعطيوهم لمحه باش يبقاو لنا في الفيديو تبارك الله عليك. بالنسبه للقميص، بالنسبه لهذا المسلم هذا جاي بحال هكذا، في هذا كما كنقولوا مسلك داخل فيه هاد لا كولور، ما بيناش بزاف ديال لوفير راه باين. غادي نلبسوا دابا الفوقاني ديالو باش يبان تبارك الله عليك. هانتوما تشوفوا يا البنات، هانتوما تشوفوا الجلابه كيفاش جات رائعه ما شاء الله. الله يبارك فيك اختي فاطمه. بالنسبه للفوقاني التوب ديال الكريب طايح بلا ما نشكروا لهم، راه باين. بالنسبه للخدمه ديال المسوس هانتوما البنات، هذاك اللون التحتاني هو اللي دخلناه في الجلابه الفوقانيه باش يجي داك الشيء متناسق، وتجي جلابه من خويا وتلبسها السيده وتفرح بها ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك تبارك الله اختي، صراحه الجلابه جات تري شيك ما شاء الله. بالنسبه لهذه الثمن ديالها، الثمن ديالها تبقى ب 850 درهم. 850 الثمن ديالها معقوله البنات، نازله هكا السطوك بهاد الضفيره هذه كما كتشوفوا. بالنسبه للقبيب حتى هو مخدوم ما شاء الله، اللهم بارك. 850 درهم قلتي، 850 درهم جلابه من خويا غزال تبارك الله عليك تبارك الله عليك. زيد الموديل ديالنا مرحبا بك. هانتوما البنات حتى هذا الموديل حتى هو لتحت بلوسيال، بالنسبه لهذا البلوسيال بهذا المسلك التحتاني البنات راه داخل فيه واحد الخويطات غير صغيورين ديال هاد لوفير، هو اللي دخلناه في الجلابه ديالنا. مانيش عارفه واش راه باين لكم، المهم غادي تجيو غادي يبان لكم هذاك لوفير. ها هو هانتوما تشوفوا يا البنات، ودخلوا لنا الطرز في هاد الجلابه اليدين وفي الجنب ديالها، الجنب ديال الجلابه الجنيبات حتى هما مخدومين ما شاء الله. الجلابه غزاله، يعني البلوسيال مع هاد لوفير ما تخيليش انه يقدر يجيو مع بعضياتهم، ولكن انت دخلتيهم بجوج شاو رائع، يعني عطاو واحد التغيير واحد لو شارم في الجلابه، وجايه الجلابه كتحمق البنات في اللبسه ديالها.
تبارك الله عليك لاله. الله يبارك فيك اختي. وهذه الثمن ديالها شحال غتخليها لنا؟ غتبقى حتى هي ب 850 درهم. 850 البنات. جلابه دو بياس بثمن بياسه واحده ما شاء الله اللي بغاتها زكية بريستيج راها هنايا. مرحبا بكم. بالنسبه لهذه اللي راني لابسه ها هو لا كولور الزوج ديالها جايه هكا حتى هي بهذا التويب هذا المسلك مستوق كما سبق لي قلت لكم البنات هاد التحتاني تقدروا تلبسوه بوحدكم يعني نتوما راه تبارك الله عليكم كتفهموا كل شيء. التحتاني ديالو حتى هو بالمسوس وفي الديدات ديالها حتى هي بحال هكا ما شاء الله. حتى هذه جات غزاله هذه تمشي بنفس الثمن. نفس الثمن اختي فاطمه 850 درهم. 850 البنات مرحبا بهم كلشي ان شاء الله يلبس معنا في هاد العواش ان شاء الله. الخدمه هذه اللي تبغيها غير اون سول بياس جلابه جايه حتى هي بهذا الصفيفر هذا هكا هاد لوجون بهذا الخضر الملكي خضر ملكي ودخلتوا عليه لوجون جات واعره البنات بلا ما نلبسها لكم راه كتحمق في اللبسه ديالها. وبالنسبه للطريزه يلاه قالت بسم الله يعني هاد الطريزه عاد جديده اخر ما كاين في الطريزه البنات اخر ما كاينه البنات وراها كتجي كتحمق في اللبسه ديالها تبارك الله عليك. وهذه بشحال دايره؟ هذه تبقى لهم 600 درهم. 600 درهم البنات يلا اللهم بارك. ها انتم يا البنات معنا عاوتاني هذا الموديل ديال المنبت كاين عشيقات داكشي اللي كاين ديال المنبت لابد ما خاصنا ضروري نديرو المنبت داكشي اللي كاين. بالنسبه لهذه كريب بلوسيال دخلنا عليه النوار والقبه البنات راه مغلف يعني جاي بالدوبلور النوار والبلوسيال. وبالنسبه للتنبات بلا ما نقول لكم راه دائما الخيط كيكون على اربعه يعني السيده تلبس جلابتها وهي مرتاحه تبارك الله عليك. وبالنسبه لهذه كاينه غير هذه البنات يعني ما كاينش اختها كاينه وحده اخرى ولكن في لون اخر كما غادي تشوفوا معايا هنايا راه شوفوا المهم بعدا هذه راه تنبات عندها في لي زيبول هكا في لي مونش هكا شوفوا لي تنبات كيفاش داير وكاين في الصدر على دو فا هكا جوج جهات الزواقه جايه غير اللون في اللون جايه حلوه والسيده ما تحش في الفولار ديالها. واش عندهم نفس الثمن اختي زكي؟ نفس الثمن اختي باش ما يحيروش معانا ان شاء الله كلشي غادي يلبس. كاين هذا الموديل هذا عاوتاني في لو فيغ حتى هي مخدومه بالتنبات كاين جوج بياسات ديال التنبات اللي عشقت التنبات مرحبا بها هما وتاتي خدمه اللي متقونه ما شاء الله جايب الدوبلور والفينيسيو بلا ما نشكروها لهم تبارك الله جلابه تبارك الله عليك ما شاء الله. هادو بشحال دايرين في الثمن اختي؟ هادو كيما قلت لك اختي فاطمه نخليو لهم 600 درهم ما غاديش نكثروا عليهم في يعني كاع اللي كتكون هكا جلابه بياسه وحده 600 درهم. الله يعطيك الخير. غادي تجي الموديل ديالنا عاوتاني نتكلموا على هذا الموديل هذا بالطرز. بالنسبه لهاد هذه جوهره كما كتشوفوا البنات كريب جوهره طرزه جايه في اليدين لان بزاف ديال البنات كيبغيو جلابه حلوه ما فيهاش كثرت الالوان ولا كثرت الطرز وخا صراحه جلابات كلهم راهم غزالين في اللبس ديالهم. وهنايا كما كتشوفوا في الكتافه البنات جايه هاد الزواقه في هاد الجنب هذا وجايه في هاد الجنب هذا. زيدي دوري لنا عفاك هاهي باش يشوفوا البنات جايه الزواقه بجوج ديال لي زيبول ودايره عاوتاني الزواقه في لي مونش. لي مونش ها انتما كتشوفوا قداش الزواقه البنات جايه تبارك الله عامره تبارك الله عليك وجايه جليبه خفيفه وزويونه يعني البنات بحال هاد الستيل هذا كيبغوه بزاف ما شاء الله عليك اختي. حتى هذه ب 600 درهم غادي نشوفوا اللويناتها ان شاء الله. اللويناتها البنات كاين هاد بلو مارين بلو مارين بلو مارين في اليدين وحتى هو نفس الشيء نفس الزواقه حتى هو نفس الزواقه. وكاين هاد البيج هذا حتى هو نفس الزواقه البنات غير لون في اللون هذه جايه غير لون في اللون والزواقه في الكتاف. الله يعطيك الصحه داكشي زوين ما شاء الله تبارك الله عليك. ها انتما يا لاله شوفوا لي زكيه انتما خواتاتي هذا القميص يا البنات هذا القميص الثاني تاع جلابه جاي نازل مخدوم ما شاء الله جوهره ان بريمي حتى هي اللون اختاريتي خطير تبارك الله اختي فاطمه واللي لبستها هذه ما غادي تلبسها الاخرى يعني كاع حاولنا اننا الثاني ديال جلابه مغاير الله يعطيك الصحه ديري لنا الجلابه. ها انتما يا البنات شوفوا لي الجلابه ما شاء الله جلابه غزاله تبارك الله جايه منبته بهذا الطرز هذا وهنايا في لي مونش ديالها تبارك الله عليك لاله جبتي لنا داك الشيء فن ما شاء الله. بالنسبه لهذه كاينه غير بياسه وحده كنظن بياسه وحده داخل فيها التنبات وداخل فيها هاد الطريزات هادو الطريزات شفتوهم البنات كيفاش دايرين بالعقاد ديالها ملونين حجيه حلوه هذاك اللوينات اللي كاينين هنا في القميص هما باش خدمت بهم تبارك الله عليك. بالنسبه لهذه شحال غتخليها لنا؟ هذه غادي تبقى لهم 750 درهم 750 درهم
تبارك الله عليك. اللي تبغيها غير بياسه وحده البنات راه كاينه موجوده، بياسه وحده حتى هي غاديه بنفس الزواقه وتنبات ديالها جايه في هاد لا كولور هذا، جايه حتى لا كولور غزال ما شاء الله. دخلتوا له داك اللوينه الصراحه جا فن. بالنسبه للصفيفه ديال الضفيره جايه زوينه. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك اختي. كاع الموديلات عجبوني. وبالنسبه لهذه بشحال دايره؟ 550. 550 قلتي عنها. ها انتم يا البنات ما شاء الله، هذا موديل اللي ما غاديش تلقاوه حتى في شي بلاصه، تكوني بوحدك اللي لابساتو يا اختي. شوفوا لي هنايا الرانده ياك واه، ولكن القميص مبدل، ما كرهتش تكون كانت لبست لنا القميص غير بوحدو يبانها. وشوفوا لي لي مونش ديالو كيفاش دايرين منبتين، جاي بحال شكل اون غوب هنايا في اللبسه الدين ديالها، وحتى في العنق ديالها جاي بحال شي لاشوميز بحال هكا. جايه مودرن او ميم طون جلابه ندخلها عليها الرانده الوريضات اللي دخلت لنا فيهم الرابيل ديال القميص فلو فيغ كما كتشوفوا، الخدمه شاكره راسها ما شاء الله. الله يبارك فيك هذيك. مسلول بالرانده البنات، مسلول بالرانده تبارك الله عليك. بالنسبه لهذه شحال غتخليها لنا في الثمن؟ هذه تبقى ب 1200 درهم. 1200 درهم البنات، ولكن جلابه تستحق الثمن ديالها. شوفوا لي التضريس ما شاء الله عليك اختي. هذه كاينه بياسه وحده كامله؟ كاينه غير بياسه وحده اختي فاطمه. واخا لا، كاينه هاد الجليبه حتى هي اللي جايه بالرانده، جايه مليفه والترز باليد. شي حتى هذه فن غزاله اختي فاطمه في اللبسه ديالها الصراحه غزاله. ودخلتي لي هذاك الموف خدمنا به، ما درناش جوج لوينات، درنا غير لون واحد باش كما قلت لك السيده ما تحيرش في الفولار ديالها، تاخذها تبارك الله عليك، تجيها زوينه في اللبسه ديالها ما شاء الله عليك اختي. هذه تبقى ب 700 درهم، هذه 700 درهم داخل فيها الطرز والرانده. هنايا هذا تنبات هذا في التضريس، ها هو. بالنسبه لهذا الشيء البنات راه باليد، يعني ماشي صايد، هذا الطرز باليد. واخا لاله ما شاء الله، حتى هاد الجلابه جات غزاله تبارك الله ما شاء الله. راه البنات كلهم جليلبات هكا تبارك الله زوينين، ولكن باش ما نطولوش عليكم لا فيديو كنحاولوا اننا نلبسوا غير وحيده ونوريو لكم داكشي اللي كاين. هادي بصح مغايره جايه بالكاتر فيل ياكي وبتنبات معلم، بتنبات جايه في اليدين ديالها بحال هكا، وحتى في الصدير ديالها. بالنسبه للثوب الكريب المسلك احسن ما كاينه البنات، راه ثقيل وطايح. ها انتم كتشوفوا كي كيجي داير في اللبسه ديالو ما شاء الله. سبرين صاوب لك في القب، ها هو يا البنات. ها هي شوف، بالنسبه للقب حتى هو راه داير كامل بالخدمه ديال المعلم. تبارك الله ما شاء الله. شتو يا البنات جلابه غزاله ما شاء الله. هذه الثمن ديالها، هذه الثمن ديالها كيبقى حتى هو 550 درهم. 550 درهم واخا. هادو ديال التنبات بحال هادي وبحال هادي البنات، هادو اللي طاي شويه صغار كنظن ياك زكيه. كنظن هادي اللي طاي ديالها الاكس ال، لا هادي نورمالمون يعني الاكس اكس ال، ولكن من الاحسن السيده يعني واخا تلبس شي تقيس. المهم اللي تبغيها كتنبات جاي في الصدر وجاي هكا في الجنيب. هادي بشحال تخليها لنا؟ هادي غادي تبقى لهم 180 درهم. 180 درهم يلا هاد البنات، يلا اللهم بارك درتي لنا ثمن زين في هادو. هادي حتى هي صوبيها لنا من فوق زكيه. هاي شوفوا معايا البنات، هادي فيها الطرزه في اللبسه ديالها وفيها تنبات حتى هي. هادي بشحال؟ 200 درهم. هادي 200 درهم. هانتي يا اختي هانتي الجلابه عاوتاني حتى هادي طرز المعلم. طرز المعلم جايه غير من السطوق. ودخلنا لنا هاد اللوين هذا بحال اللي هرسناها. وهاد الدوره ديال الكتاف وحتى في اليدين ديالها. غير البنات هادي جايه بحال مليفه شويه سخونه، شويه سخونه كشمير دقيق لا شي شويه، ولكن دومي سيزون اللي تبغيها بهاد راه باقي البرد اختي فاطمه. واه داكشي اللي كاين اختي، شخشخنا البرد داكشي اللي كاين. انتما تشوفوا يا البنات الخدمه زوينه ما شاء الله. هذه الثمن ديالها 350 درهم. هذه 350 درهم فقط، اللي عشقتها تجيب العيد ولا بلا عيد تقدر تستغلها ما شاء الله. هذا هاد لاكولور هذا داكور. كاين حتى هادي عاوتاني في هاد اللوين هذا حتى هي ب 350 درهم. اثمنه زوينه ما شاء الله، ثمن مشجع بالنسبه لهاد الشليبه. تبارك الله عليك البنات. رحنا دائما مستمرين معكم في الموديلات ديال زكية بريستيج. عاوتاني كاين هاد الجلابه جليبات كاين هاد الجلابه هادي مليفه مليفه جايه هكذا مخدومه من السطوق بالنسبه للعشاق المليفه، وبزاف نتاع النساء اللي كيبغيو هاد الستيل هذا فلا بد ما نخدمو لهم منه.
تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. هذه البنات راه مخدومه هنايا بالسفيفه سبوله كما كتشوفوا، بالعقاد ديالها قديمه نقيه وزوينه ما شاء الله. المليفه اللي كتعشق المليفه بهاد تنبات هكا بهاد الرشيمه، هذه راه فيها لويناتها ياك زكيه. نعم اختي، بالنسبه للوينات كاين هذا اللون هذا وكاين هذا اللون هذا، كلهم صراحه كيجيو زوينين. وكاين هذا لاموطارد هذا حتى هو. هذه بشحال غتخليها لنا؟ غتبقى لهم ب 500 درهم. 500 درهم البنات، الثمن جد مناسب ما شاء الله. زكية اختي غادي نهضروا لهم على قندور تصبحية العيد ولا قفيطنات، شوفوا معايا البنات. قميص ديال العيد بتوب ديال الياقوتة، بالنسبة للطرزة جاية كلها هكا في الصدر ودايرة حتى في اليد البنات بحال هكا، يلبسوها خواتاتنا ومواتنا وعجاجاتنا وكلشي يلبس هذا الموديل. شوفوا معايا راها عريضة عليا البنات، هذه ماشي لاطاي ديالي ولكن مهم تبان لكم باش تبين لكم الموديل. داكشي اللي كاين بصح الياقوتة اختي كيجي فن كيجي كتحمق في الكبسه ديالها ولا كان الضو عاد كي وداكشي بحال كتموج في ما شاء الله في اللون ديالها. حتى الطرزة اللي درتوها طرزة هماوية عامرة ما شاء الله. كاين لوينات في هذا الموديل زكية؟ كاين هذا الموف، هذا الموف اللي داخل عليه الغوز واحد شوية ديال البلوسيال وداك لاموتارد وجايه في هذا الموف، جات واعره ولا اروع البنات. بالنسبه لهاد الموديلات ديال القفاطن راها زكيه دارت لنا منهم بزاف ديال البياسات وبزاف ديال المقاسات، حتى المقاسات العريضه راهم متوفرين، يعني اللي بغات تجي تقيسهم مرحبا بها. كاين اللوينات فيهم ان شاء الله. كاين هذا الكري هذا هي جات زوينه، عجبني لو جو ديال لي كولور اللي دخلتي فيهم. شوفوا لي هكا لي كولور كيزيدوا جمال يا الخيطه ما شاء الله. بالسفيفه ديال البرونز لان فيها، لان الطرزه دخلنا فيها البرونز. كاين هذا اللون هذا بحال هكا، هذه حتى السيده تكون معروضه شي عراضه هكا خفيفه تقدر تستغلهم. وهذا الكولور حتى هو بحال كلشي زوين ما شاء الله. تقريبا كاين 7 تاع اللوينات، اللوينات غير القرقاع قلنا غير الثمن زكيه حتى هو يكون قرقاع. صافي اختي فاطمه كنت غادي نحطهم ب 400، دابا مين قلتي لنا القرقاع يبقاو 350 درهم. 350 الله يخلف عليك زكيه، والصراحه اثمنه جد مشجعه البنات. ديال الياقوته راه معروف يعني شي حاجه اللي غزاله في اللبسه ديالها. الله يسر لك كما قنعتي معانا تنتي ربي يسر لك الامور. الله يبارك فيك اللهم امين اختي. غادي نشوفوا حتى العباءات متوفرين ان شاء الله. ثم تشوفوا هي البنات بالنسبه للعباءة حتى هي متوفره هنايا عند زكيه. هذه قالت لي ديال شي دبدوبه هكا فيها العرض ما شاء الله. صراحه كلشي يلبس هانتوما، يعني دبدوبه وضعيفه كلشي يلبس. كيفاش جايين دايرين هكذا بالدونتي وجايين من البتين، حتى الظهر ديالها عجبني. الظهر ديالها جاي فيه حمر. واه الظهر ديالها غزال ما شاء الله. تمشي لنا يا زكيه باش يبان لهم داكشي ما شاء الله. من اخويا. عباءة زوينه البنات اللي بغاتها. هذه بشحال دايره؟ هذه تبقى لهم ب 600 درهم، ثمن رائع ديال الامارات. تبارك الله عليك، كاين بزاف ديال الموديلات في هذه العباءة. كاين هذه حتى هي، والعباءات غادي يكونوا ان شاء الله واحد اليومين غادي يكونوا حتى هما. يعني من تجيو نتوما هنا ان شاء الله غادي تشوفوا موديلات اخرى من غير هادو البنات. نفس الثمن هادو؟ لا بالنسبه لهادو 200 درهم اختي فاطمه. هادو 200 درهم واخا. هادو كيكون الشال لاصق في العباءه واخا. وهذاك لي كاب اللي قلتي لي، هاد لي كاب بحال هكذا حتى هما كيجيو زوينين ما شاء الله. اللبسه ديالهم اليدين ديال هادي موبرا ياكي واختي فاطمه الموبرا مع هاد. تبارك الله عليك، بحال هاد لي كاب بشحال؟ هاد لي كاب غادي يبقاو لهم ب 450 درهم. 450 كاين حتى البلو مارين ديالها. تبارك الله عليك ما شاء الله. الله يبارك فيك. ختامها مسك البنات العاشقه ديال المرمه حتى هما ما نسيناهمش. كاينه هذه بالمرمه ها هي، شوفوا نازله ما شاء الله نازله البنات ومنبته كلها باليد. وباش ندرقوا داك الخيط هانتوما كتشوفوا هنايا جينا هنا ودرنا هاد التنبات لا في اليدين ديالها ولا حتى في الكتاف والهبطه ديال الجلابه كامله والدوره ديال الفتحه. شي منبت البنات كما كتشوفوا جايه في الكحل والدوري حتى هي زوينه ما شاء الله. هذه بشحال غتخليها لنا؟ هذه تبقى ب 700 درهم. 700 درهم البنات. اللي بغات اي موديل سواء هذه ديال المرمه ولا كاع الموديلات اللي كنا شفنا ما شاء الله لا بوتيك تبارك الله ما شاء الله. شاكرا. شوفوا كي داير لا من ناحيه ديال الخياطه ولا من ناحيه ديال الثوب كلشي زوين ما شاء الله. شكرا ليك زكيه اختي على هذه الجوله اللي درناها هنايا.
كنتي متالقه انت والموديل ديالك تبارك الله عليك، وموديلاتك غزاله ما شاء الله، وجدتي لنا كوليكسيون نتمنى ان شاء الله تكون عجبت المتابعه ديالنا. راه كاين حتى قفيطنات نتاع جوهره يجيو ان شاء الله، واللي عجبتها شي حاجه الا موجودين غير ورينا زكي. راه حنا هنا مثلا كاين هذا القفطان بحال هذا ديال جوهره، ها هو شوفوا معايا واخا زيدي هذا جاي حتى هو براندا واه جوهره امبريمي. مره رمينا الثمن باش البنات ياخذوا فكره. بالنسبه لهذا ب 400 درهم 400 درهم انتما كتشوفوا تبارك الله، كيجي زوين حتى العرض عليه، وفي حتى الجياب يعني جلابه قفطان. ايه جلابه قفطان داكور. لالا قندوره ولا هذه هي القريده اللي قلنا لهم ب 400 درهم اختي فاطمه، راه تبارك الله عريضه وراها عندها الجويبات هنايا، يعني راه تقدر جويبات تقدر تخرج بها السيده وتقدر يعني بحال جلابه قفطان. تبارك الله عليك هنايا حتى التويب ما شاء الله، التوب ديالها كريب طاير الصراحه غزاله يعني هي صراحه، وهي واقفه محقوره داكشي علاش بغيت نلبسها لكم. تبارك الله عليك لالا، اللي بغات هذه الفكره هذه ديال قميص ودير له هكا قفيطين ودير له جياب راها هنايا زكيه ديال مرحبا بهم. بالنسبه للخياطه الله يبارك فيك،